السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم، ودرس جديد من دروس الآيلس والمتعلقة بالتاسك 2. كمصحح للرايتنج مرت علي الكثير من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب والمتكررة للأسف. حاولت الفترة الماضية أن أركز على نقاط، وإن شاء الله في هذا الدرس سأركز على نقاط معينة وبشكل سريع وواضح وسهل للجميع إن شاء الله. في درس ماضي وضحت لكم كيف تكتب الجملة الأكاديمية ومما تتكون، لأنه لا يمكن أن تكتب paragraph أكاديمي وأنت ما تعرف كيف تكتب جملة أكاديمية صحيحة. لذلك أتمنى أنك ترجع للدرس، ومع هذا الدرس ستلاحظ الفرق إن شاء الله في ترتيب المقال أو إجابتك أو بحثك أيضا في مرحلة الدراسات العليا إن شاء الله. الparagraph بشكل مبسط وسهل يجب أن يحتوي على 3 عناصر رئيسية ومهمة ليصبح paragraph نموذجي كما هو مطلوب في الكتابة في الكتابة الأكاديمية. أول جزئية عنوان الباراغراف، ثم supporting sentences واللي هي التطور في الباراغراف، هو عبارة عن تفصيل وتوضيح حول الموضوع أو النقطة الرئيسية اللي راح تتكلم عنها في الباراغراف، ودعم هذه الفكرة أو الموضوع بأمثلة أو دليل أو دراسة أو ما إلى ذلك. في النهاية ينبغي أن تكتب وتعمل تلخيص لفكرتك أو تقييم أو أثر هذه الفكرة التي طرحتها في الباراغراف على الموضوع الذي تكلمت عنه. هذا بشكل عام وسأوضح ذلك من خلال الأمثلة. هذا الشكل العام للباراغراف، هنا topic sentence وهنا supporting sentences وفي النهاية الخاتمة. أولا عنوان الباراغراف يتكون من جزئيتين مهمة. أولا موضوع الباراغراف والذي يتعلق ويرتبط مباشرة بموضوع المقال أو البحث أو السؤال في الآيلتس. هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه كما هو ملاحظ studying abroad. النقطة الثانية وهي الأهم وهي ما نسميها controlling idea، أي أنني في هذا الباراغراف سأركز وسأتكلم عن نقطة رئيسية واحدة. أي نقطة تتكلم خارج هذه الفكرة الرئيسية إذن يعتبر أنك خرجت عن الفكرة الرئيسية في الموضوع. إذن هذه النقطة الرئيسية، لماذا؟ لأن هذا الموضوع studying abroad يحتوي على عدة فروع، سلبيات إيجابيات، مثلا السبب ومشاكل وحلول وما إلى ذلك. أنت اخترت فرع واحد وهو الإيجابيات. خلال هذه أيضا عندنا مجموعة إيجابيات، اخترت أنت فقط واحد من هذه الإيجابيات وهي مختصة بالتعليم. أي إيجابية أخرى أيضا حتى لو كانت متعلقة عن الدراسة في الخارج إذن يعتبر خطأ. لو ذكرت حلول أو مشاكل أو أسباب إذن خطأ. أيضا حتى لو ذكرت إيجابية ولكن خارج نطاق experience education in new culture إذن يعتبر أنك خرجت عن الموضوع. إذن كل الباراغراف يجب أن يتمحور حول نقطة رئيسية واحدة أو فكرة رئيسية واحدة. تريد أن تكتب عن فكرة أخرى يجب أن تفتح باراغراف آخر وهكذا. وهذه أكثر نقطة يخطئ فيها الطلاب وسأوضحها إن شاء الله من خلال الأمثلة. النقطة الثانية، كتبت الفكرة الرئيسية هنا وكتبت الموضوع، هنا يجب أن توضح هذه النقطة التي ذكرتها أو الفكرة الرئيسية. أول ما تكتب الفكرة الرئيسية اسأل نفسك why أو how. إذن هذه نقاط مهمة يجب أن تركز عليها أثناء كتابتك للفكرة الرئيسية في الموضوع، توضحها for example أو بذكر السبب أو ما إلى ذلك حسب نوع السؤال. يختلف السؤال من نوع إلى آخر. هنا على سبيل المثال ذكر for example، مع هذا المثال يوضح المقصود بالدراسة في الخارج. ثم بعد ذلك أول ما تعطيني مثلا سؤال تدعم
هذا السؤال لتقنعني أن هذه الإيجابية في الدراسة في الخارج، إذا هذه إيجابية أو فائدة صحيحة. بعد كذا تأتي للخاتمة. الخاتمة عندما تذكر الفكرة وتوضحها وتذكر وتدعم هذه الفكرة، تجي وترجع مرة أخرى إلى الفكرة وتذكرها بأسلوب آخر، أو تحاول أن تقيم هذه الفكرة أو الإيجابية. إذا ذكرت إيجابية هي الدراسة في الخارج، تجي في النهاية وتقول مثلا الدراسة في الخارج، طبعا من منطلق الدراسة في الخارج لمن؟ للطلاب. إذا كيف قيم هذا الكاتب حول الدراسة أو إيجابية أو فائدة الدراسة في الخارج؟ أنها rich their education، rich students education. لاحظ نفس المعنى هو الموجود في topic sentence. لاحظ كيف الانتقال من خلال topic sentence إلى supporting sentence إلى الخاتمة بنفس الأسلوب، بنفس العبارات، بنفس المعنى، بدون أن يخرج عن الفكرة الرئيسية في الباراجراف. أيضا هذا الدليل على أهمية يكون الطالب لديه كلمات أكاديمية كافية يستطيع أن يكتب، ولديه المقدرة على أن يكتب باراجراف نموذجي. لاحظ study abroad هي نفسها to attend university in the UK على سبيل المثال، أو USA أو كندا أو أستراليا. أيضا the country they are visiting هي نفسها الدولة التي يعني تدرس فيها في الخارج. في الخاتمة أيضا قال this is، هنا أيضا مهم في الكتابة الأكاديمية وعليها أيضا درجة. ليه؟ لأنك reference to the topic sentence أو العنوان الذي تريد أن تتكلم عنه. أيضا experience education لم يخرج على الموضوع، تكلم عن develop English language skills، لم يخرج قال can learn، مقصود بالeducation أيضا. invaluable experience لأنه تكلم عن experience education. enrich their education هي محور الحديث ومحور الكلام في هذا الباراجراف، أنه طالب يتعلم خلال السفر أو خلال الابتعاث إلى الخارج. هل تكلم عن self-confidence؟ أبدا. هل تكلم عن فائدة الفائدة في المستقبل عندما يعود الطالب على سبيل المثال إلى البلد؟ لم يتكلم، لأنها لا تخص هذا الموضوع أو هذه الفكرة الرئيسية التي تكلم عنها. كم فكرة تكلم عنها؟ فقط فكرة واحدة، offer the opportunity to experience education in a new culture، فكرة واحدة وضحها، دعمها وختم الباراجراف. إذن هذا بكل سهولة كتابة الباراجراف. أيضا هناك بعض العبارات وبعض الكلمات تحاول من خلال قراءتك لبعض الكتابات الأكاديمية أن يعني تكتبها في نوتس خاص بك. تحاول عندما تحضر أو تكتب مقالات أكاديمية أن تستخدمها باستمرار لتتعود على كيفية ربط الأفكار، كيفية ربط الجمل في الباراجراف أو في المقال بشكل عام. هنا عندما أراد أن يوضح هذه الفكرة بدأ ب for example. أيضا عندما أراد أن يتكلم عن هؤلاء الطلاب أيضا ربطها بأسلوب آخر. عندما تكلم واسترسل في الحديث عن هذه الإيجابية قالك furthermore. أيضا هنا that تكلم عن system. أيضا هنا this is رجع مرة أخرى تكلم عن اللي هو study abroad وهكذا. إذن هنا بشكل متنوع يستخدم الكلمات وهذا مهم جدا. لاحظ أيضا في الكتابة الأكاديمية، ليس المقصود بالكتابة الأكاديمية أنك مثلا تنقل عن الدراسات السابقة أو تنقل مثلا كتابات بعض العلماء في المقال أو في الكتابة الأكاديمية أو في البحث، وإنما يجب أن يكون لديك رأي تكتبه في الباراجراف وفي المقدمة أيضا وفي الخاتمة. لاحظ قالك مثلا these students can develop، إذن هذا هو رأي الكاتب. أيضا قالك can learn، قالك مثلا truly invaluable، إذن هذه كلها
من تعتبر آراء الكاتب. نقطة أخرى وهي هذه مهمة جدا، لا تكتب بشكل جازم أو تكتب 100%. لماذا؟ لأنك أنت الآن لو جيت مثلا وقلت لي مثلا These students develop English language، أقول لك مثلا هذا ممكن يبتعث بعض الطلاب وما يطورون لغتهم. أيضا They can learn، They can، وهنا can develop English، هنا They can learn، ما قال لك They learn in a system that indifferent to that of their home country. إذن قال لك They can، ممكن يبتعث الطالب وما يتعلم أي شيء عن نظام التعليم في هذه البلدة. إذن كان أيضا تستخدم مثلا always، most، often. إذن هذه الأمور يجب أن تتخلل العبارات الأكاديمية لكي لا تجزم بشكل كامل في كتابتك الأكاديمية سواء في الآيلس أو في أي بحث علمي. هنا مثال واضح، 3 أجزاء: topic sentence و supporting sentences و conclude. topic sentence أول ما تحدد الموضوع، having a gun in household، إذن هذا الموضوع. الفكرة الرئيسية it's obvious that having a gun in household endangers children and teenagers، إذن هذا موضوع كامل راح أتكلم في هذه الجزئية أو في هذه الفكرة بشكل واضح، واللي هو أنه يعرض حياة الأطفال والمراهقين للخطر. هل له إيجابيات؟ ممكن له إيجابيات أخرى. هل له سلبيات أخرى؟ نعم ممكن له سلبيات أخرى، ولكن أنا عندما أكتب هذا الباراجراف وكأني أقول للقارئ أنا راح أتكلم في هذه النقطة، إذا خرجت عن هذه النقطة فإجابتي خطأ. لاحظ أنه يعرض حياته للخطر، قالك this is because، في المقال أو الباراجراف السابق ذكر for example، هنا قالك this is because minors اللي هم children do not have the requisite knowledge or maturity اللي هم teenager to handle guns safely. لاحظ هنا وضح هذا المعنى مع ذكر السبب بأسلوب جميل وربط، وهذا مهم جدا، هذه الجملة بالفكرة الرئيسية. ثم ذكر for example ولكي يدعم هذه الفكرة التي ذكرها، وذكر دليل مقنع جدا لخطورة حمل السلاح in a household. Therefore, it's incontrovertible that household guns lead to additional shootings. إذن بيّن رأيه ورجع مرة أخرى إلى topic sentence لكي يبين على خطورة حمل السلاح على الأطفال والمراهقين. لماذا؟ لأنه lead to additional shootings. وأيضا يدعم رأيه في هذه الجزئية. إذن هنا وضحت. هنا ربط الكلمات، ممكن عندما تريد أن توضح الفكرة أن تبدأ ب that's to say or in other words وتكتب، تختلف من كاتب إلى آخر وتحاول أن تنوع من paragraph إلى آخر. إذا كان عندك سبب ممكن تقول this is because or the reason is. إذا كان تريد أن تشرح وتوضح or describing facts تقول مثلا means that، أو describing the result تقول as a result or as a consequence or therefore، خاصة في نهاية supporting sentences أي تتوصل إلى النتيجة. إذن هذا بشكل واضح، حاول أنك تكتب مجموعة كلمات أو توضحها من خلال أيضا قراءتك للمقالات الأكاديمية. حاول الآن أن توقف المقطع وتقرأ الباراجراف وتستخرج مثلا إذا كان في هناك خطأ أو لا، هل خرج عن الفكرة الرئيسية أو لا. لاحظ الآن في topic sentence like one of the main causes of obesity and poor health is unhealthy diets. الموضوع obesity and poor health like one، إذا كأنه يقول لي راح أذكر سبب واحد هنا، إذن فكرة واحدة وسبب واحد وسأضع له أمثلة وأدعمه وخاتمة. 2 راح يذكر 2،
عدة أسباب راح أذكر ثلاثة وما إلى ذلك. إذا نون راح أذكر ون. ما هو السبب؟ قال لك unhealthy diets، ودائما تحاول أن تختار أهم سبب أو أهم مشكلة، وتحاول بعد كذا تكتب مثال وتدعمه وخاتمة. إذا لاحظ الآن، many parts of the world processed food which contains high levels of sugar and salt is readily available. إذا ممتاز جدا، فكرة رئيسية وواضحة جدا. أريد الآن أن أوضح هذه الفكرة، أو مثلا أسأل نفسي how. قالك this situation is made worse because this food is supported by large advertising campaigns. إذن هنا هل وضح سبب أو كيف أن unhealthy diets تسبب السمنة؟ لا، وإنما خرج إلى موضوع آخر وهو الإعلانات والدعايات وأثرها على الأطفال والمراهقين. إذا أنا ما طلبت منك أنك تتكلم عن أثر الدعاية والإعلان على الأطفال، أريد كيف أن unhealthy diets تسبب السمنة أو صحة سيئة. لاحظ أيضا قالك this result in young people developing bad habits at any early age which continue into adulthood. إذا أنا خرجت بالتالي عن الموضوع وشتت القارئ. المفروض أن ينتقل من بعد هذه الفكرة الرئيسية أن يذكر هذا المثال مباشرة، ثم يذكر الدليل كما هو واضح هنا. This has been confirmed by a recent study in the USA which showed that. ممتاز جدا. The majority of obese people had a poor diet containing high levels of junk food. إذن هذه الجملتين هي دعم لهذه الفكرة في البداية، ثم يكتب الخاتمة. إذا لاحظ الآن كل هذه الجملتين تعتبر عارضة وتعتبر خارجة عن الموضوع، يعني أريد منك كاتب أن تذكر وتبين وتوضح كيف unhealthy diets تسبب obesity and poor health، وليس كيف أن الأطفال أو المراهقين يتعودون على الأكل الغير صحي. ثم تأتي في الخاتمة وتوضح كيف أن unhealthy diet من أهم الأسباب التي تسبب السمنة. هذا باختصار. أيضا هنا هذا الباراجراف وكتبت لكم في التليجرام. In order to drum up more interest of local people in coming to museums, a number of ways can be employed. هناك في الباراجراف السابق قال لك one of the main causes، وذكر سبب واحد. هنا قال لك a number of ways، إذن راح يذكر لي عدة طرق. لماذا؟ لتشجيع الناس لزيارة المتاحف. إذن زيارة المتاحف هو الموضوع بشكل عام، وسأذكر طرق a number of ways. إذن راح أذكر مجموعة طرق وحلول لتشجيع الناس لزيارة المتاحف. إذن هذا واضح العنوان الآن. عندما تكون قارئ لأي مقال أو paragraph توقع أنك تقرأ عدة طرق، لكن الأفضل دائما أنك تكتب طريقة واحدة وتكتب مثال وتوضح وتدعم ثم خاتمة. لاحظ الآن هنا يريد أن يوضح هذه الفكرة. What can be done first of all is to organize activities which incorporate art performance. لاحظ with appropriate content. إذن جدا فكرة ممتازة راح تشجع الناس لزيارة المتاحف في البلدة. لاحظ الآن المفروض أنه يأتي ويدعم هذه الفكرة لكي يقنعني. هل هذا الأنشطة أو الارت بيرفورمانس with appropriate content أو المحتوى الموجود في المتاحف يشجعني أو يشجع أهل البلدة أنهم يزورون هذه المتاحف أو لا؟ This not only encourages the attendance of local people but also represents a great opportunity to educate them about the history of their places of origin. إذا لاحظ الآن خرج عن الموضوع وتكلم عن
the history of their places of origin to educate them. أنا لا أريد عن تعليمهم عن تاريخ هذه البلدة أو التاريخ بشكل عام أو تاريخ المنطقة. أريد كيف يزورون المتاحف، طريقة أو طرق، اذكر لي الطرق كيف تشجع الناس لزيارة المتاحف. أما أن يتكلم عن كيف تعلم أهل البلدة عن الهيستوري، هذا خارج عن الموضوع. لاحظ in addition ما قال لك furthermore، وهذا هو الصح in addition، لأنه ذكر لك قال لك مثلا a number of ways. إذا هنا الطريقة الأولى، وإذا تريد أن تذكر طريقة ثانية تقول لك مثلا in addition. لكن لو كان لو كان مثلا شيء متعلق، الثانية مثلا متعلق بالطريقة الأولى تقول لك مثلا furthermore. الخطأ الآن أنه ذكر التاريخ هنا educate people about their places of origin، إذن هذه خطأ. هل وضح كيف؟ الطريقة الثانية لم يوضح. هل ذكر خاتمة؟ لم يذكر خاتمة. كذا أنت ما تأخذ في الرايتنج أو في التاسك تو بالذات أكثر من 6.5. بهذه الأسباب أكثر الطلاب الآن يحاول مرة ومرتين، علما بأن مستواه في اللغة ممكن يأخذ في المحادثة 7.5، في الليسنينج 7، وفي الريدينج 7.5 أو 8، ويأخذ في التاسك 2 6 أو 6.5 بهذا لهذه المشكلة. انتبه لهذه النقاط. لاحظ أيضا يتكلم عن overweight، الأسباب والحلول لهذه المشاكل. العبارات باللون الأزرق ممكن تستخدمها في أي سؤال مثل هذا السؤال، يعني تحفظ هذه العبارات تستخدمها في أي سؤال. لاحظ التوبك سنتنس تكلم عن الأوبيس بيبل، هو نفسه overweight، وهذا أهمية تنوع في استخدام الكلمات الأكاديمية. controlling idea راح تكلم عن الأسباب، أسباب، إذا هذا السبب الأول، هذا السبب الثاني، وهذا السبب الثالث، بطريقة جميلة جدا وربط عبارات رائعة. ذكر السبب الأول وذكر له مثال، قال لك for example. ذكر الثاني وقال لك for instance، ما قال لك for example مرة ثانية يوضح لك. ثم بعد ذلك finally ذكر السبب الثالث. هل ذكر الحلول لهذه المشاكل؟ لا، لأنه راح يذكرها وين؟ في الباراجراف الثاني. هل يمكن أن أكتب السبب والمشكلة؟ سبب ومشكلة. الأفضل أنك تكتب، لاحظ الأفضل أنك تذكر الأسباب هنا والحلول في باراجراف آخر، مثلها مثل البحوث الجامعية أو في الدراسات العليا، ما تكتب مثلا تكتب مشكلة وحل، وإنما تكتب في مثلا فصل تكتب مشاكل، وفصل مثلا على سبيل المثال تكتب حلول، وهكذا يكون الباراجراف متماسك جدا. لاحظ topic sentence، وهنا ذكر الأسباب حسب ما ذكره في controlling idea بشكل مبسط. لاحظ، ويمكنك أن تأخذ صورة لهذه المقال وتحاول كل ما تستعد لاختبار الآيلس أن تكتب مثل هذا المقال. لاحظ المقدمة the best type of exercise is walking. ليش؟ it's easy, convenient, usually done outside. إذن هذا رأيك كتبته في المقال، وهذا يعني مسج أو رسالة لأي واحد يقرأ المقال أنه راح تتكلم عن هذا الموضوع. هذه الأسباب it's easy للباراجراف الأول، convenient للباراجراف الثاني، usually done outside للباراجراف الثالث. walking is easy، هذا هو العنوان. how، اسأل نفسك how. when exercise is too difficult people stop doing it. however when exercise is simple people often enjoy it and continue to do it. لاحظ often. ثم خاتمة، يرجع مرة أخرى يتكلم عن أنه إيش easy. walking is a great exercise because it's simple and pleasant to do. إذن easy simple. رجع مرة أخرى في الخاتمة تكلم عن topic sentence اللي هو موجود في المقدمة. walking is convenient. how a person can walk anywhere. وتوضيح ثم بعد ذلك في الخاتمة. كيف convenient؟ walking can be done anytime and anywhere without special preparation.
جدا. Walking is often done outside. How? وتجيب من خلال supporting sentences في النهاية خاتمة هو نفسها done outside. Done outside helps. تأتي للخاتمة نفسها المقدمة بأسلوب آخر. Walking is an ideal exercise. ليه؟ لأن قالك the best type of exercise. Walking is an ideal exercise. It's easier. ليه؟ هنا it's easy. It's easier than many other sports. It's also more convenient than many other activities, as a person can do it at almost any time or place. نفس الشيء. Finally, هذه walking is usually done outside, which helps people feel happy and less stressed. تأتي بعد كذا لابد أن تكتب في الخاتمة رأيك. ورأيك يجب أن لا يتعارض مع ما ذكرته في البودي باراجراف الأول والثاني والثالث إذا كتبت الثالث وعن رأيك في المقدمة. Everyone who wants regular exercise should try walking. إذن ليه؟ لأنه the best type of exercise is walking. إذن كتبت هنا هذا بشكل مبسط وشكل واضح كيف تكتب أي مقال أكاديمي. طب لو جاء واحد وما كتب هذه الثلاث هنا أو الاثنين، كتب ثلاثة أسباب، إذن ثلاثة باراجراف، سببين تكتب سببين وهكذا. ما كتبت إذن بدنك تأخذ مثلا ثمانية في الانترودكشن تأخذ خمسة. ما كتبت خاتمة على سبيل المثال كانت توبك سنتز غير عن الباراجراف، إذن بدنك ما تأخذ ثمانية أو سبعة تأخذ خمسة. لم يحتوي أي الباراجراف لم يحتوي على أي على سبيل المثال أي أدوات ربط كما تلاحظ هنا، إذن الدرجة تقل. المقصود الآن من هذا الدرس كيف تكتب باراجراف نموذجي. اهتم بالtopic sentence، اهتم أيضا بتوضيح الفكرة الرئيسية. يجب أن يحتوي الباراجراف على فكرة رئيسية أو ينبغي أن يحتوي على فكرة رئيسية واحدة توضحها وتدعمها، ثم خاتمة. تحاول أن تربط الجمل بعبارات أكاديمية، تحاول أن تنتقل من جملة إلى أخرى بأسلوب سهل وواضح وبدون تعقيد، ويكون الباراجراف متماسك ومترابط بحيث أنك توصل المعلومة إلى القارئ أو الممتحن بأسلوب سهل كما هو واضح أمام. إن شاء الله في درس آخر سنأخذ نقاط أخرى حتى نصل إلى مستوى متقدم في طريقة الكتابة الأكاديمية. بالتوفيق.